في الصلح كحالة. ألو عزيز، طلبات نفرتيتي هاوس ابعتوها حالا. البص يا بيه، النظارة فين؟ فين النظارة؟ فين سلامة؟ خليه يشوف لي النظارة بتحكي أوام. يا خليل بيه، أنا جايب لك تشكيلة مدهشة. الفابريكا المرة دي بدها ترمي في السوق مستحدثات محدش يقدر يزاحمها. ده أنا حتى عاوز أنتهز فرصة زيارة أمير بلوديستان عشان أروج البضاعة بتاعت الفابريكا بتاعتنا في بلاد. اجري شوف سلامة فين؟ أوام. 1835 37 96. ايه هو ده بشويش؟ انت بتمسح في بلاط؟ انا احب امسح بتم. لا امسح من غير زمة. خد قرعة 200 بنت، واحدة رومي. واحدة رومي واحدة تركي واحدة بلدي شطبته على جيوبي. خد تعرف رومي كايرو يا منجي؟ خمس ستات كايرو دي، ستة واحدة تودي الموريستان. نعيمة. نعامة القصر. خد الساعة يا فندم. الساعة محدد ساعة. عجيب. الساعة كام من فضلك؟ الساعة وقفة وقعت انكسرت. يا سم عندي ختم الجمرك يا بيه. عندك. الو، انا شايفك مشغول يا سعادة البيه، امر عليك بكرة ان شاء الله. روح. الو، ايه بكام العطل؟ احنا هنا بنبيع بالمتر. انت عايز مين؟ الحاتي؟ لا حضرتك غلطان. كلام مقفول يا بيه. مقفول المفتاح. سلامة. فين سلامة؟ اندهولي سلامة. عجاي انت فين يا عم سلامة؟ المدير عاوزك من الصبح. سلام فريسي. شوكولاتة ايه يا راحي؟ مالك بتعيطي ليه؟ عايزة شوكولاتة؟ تاخدي بس تبيع؟ خد يا بابا. قلت لك 100 مرة ما تاخديش حاجة وسط من ايد حد. عجاي يا دي سلامة. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بني. ايه المناسبة؟ أنا بنبه عليك 100 مرة ما تتنقلش من جنب الباب. أنت هنا فراش، وظيفتك هنا فراش، فراش فراش فراش. فاهم؟ فاهم يا فندم فاهم، فراش. وأنا قلت لك لا سمح الله شريك في المحل. فراش، نعم. النضارة بتاعتي فين؟ توهتها فين؟ عندك هنا يا فندم يا حضرتك فين؟ النضارة. ما تحكش دمك كده يا بيه، أنا هبيعها حرامة. أهي. امشي هات ختم الجمرك. راجل لكعي. أنت بتبلطم بتقول إيه؟ بقول إن الله مع الصابرين يا خاجل. أنا يا فندم ملزمني نص يوم أجازة. علشان إيه؟ خالتي تعيشين تتوفت. أنت من يومين مش واخد أجازة نص يوم علشان واحدة ماتت. أيوه، دي كانت بنت خالتي يا فندم. والجمعة اللي فاتت مش برضه واخد أجازة نص يوم علشان واحدة توفت؟ أيوه، دي كانت بنت خالتي يا فندم. أما كم خالة وكم بنت خالة وكم مصيبة على دماغك. عيلة كبيرة يا فندم، عيلة زي النمل بيموتوا ورا بعض، عامل لهم إيه؟ اسمع، هنا ما فيش اجازه مره تانية الا لما تموت انت، فاهم؟ فاهم يا فندم. لكن دي تبقى اجازه ايه؟ خد امشي اسحب الشيكات.
ما هي طولة البال كمان يا عم ريحان تطلع الروح. أنا 25 سنة في المحل، 25 سنة، يعني من يوم ما تأسس دخلنا سوا أنا والخواجة والمونة ومعطف الجير. وبعد كده يقول لي وظيفتك براش؟ يعني كان لازم يقول لك إيه؟ يا جناب مدير عموم الحسابات أنت فراش. فراش فراش، فراش من 25 سنة يا عم ريحان. العسكري النفر لما بيخدم 25 سنة في الجيش بيترقى ميرالاي. مش يترقى فور؟ دماغك ناشف. لله هو انت ايدك تملي كده؟ اجيب لك برسومه يعدلها لك كده؟ مراتي يا ابني فايتها بتولد 19 سنه افوت عليك تقول لي ان مراتك بتولد؟ مولود ايه ده؟ دي لازم هتولده مش ادب. اختشي وولدها بقى يا بارد. خد ربنا ياخد عدوه بس ماسح شوية. ايه كفل الشر كالنار يا ام يامي. حاسب يا ابني مشكلة مش انت يا خمسة قرن. الخمار مسكته الازازة بتاع الخبر وخديته في العين بتاع جاليوكو. يا ولد مش عيب؟ عمر عين اختك حبرة يا ابني. هو يخدته في الوداني باب الاخمر. اخرس اختشي. تجاولو كليبتي باريليكي استبوتيريني بارا جاولو. ازيك يا مهني؟ ازيك خالق يا كوستي؟ الحمد لله. ازيك حضرتك انت يا سلام افندي؟ ازاي مراد؟ ازاي خماتك ابو تسوس؟ بيبص ايديك يا مهني. ايش 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 شربة؟ والله الواحد مصارينه متلجة. ايه دي؟ فين المعالق امال؟ ايه؟ جوز؟ انتوا طابخين الشربة كثير؟ يا اخويا استلفتهم جارتنا ام عيوشة. يا ام عيوشة دي ما حلتهاش حاجة ابدا. يوم تستلف منخل، يوم تستلف سكينة، يوم تستلف مقشة. ما فيش يوم تستلف حماتي. يوه ينجيلك يا مضروب. الرحمن الرحيم. جرايه فوق. ايه في ايه؟ بطلوا الدبدبه شويه. قلت لك لا مؤاخذه مش مبسوط؟ اقعد في الارض. طب والله لا خليها جهريه زي الزفت على دماغك. تعالى يا سلامه بس روق دمك. انت يا راجل يا هرجله يا عجيب التمييز يا مجرب. بص يا راجل يا طويل يا سفيق الوجه يا فاقد ماعي الحياه يا فراش التقيل والدبلان والفتة السمراء يا دافي يا معلم الخازورات يا قناصة قشاشة لمامة ورع الامتحانات. ان كنت جاي هطلع لي هنا فوق. طب انزل انت هنا. انزل انا يظهر انزل اكسر نبوخ. انا اللي هطلع هدش سنانك. لك يا بني خواف ايش؟ ايدي يا ناس ايدي. كل يوم صمدا صمدا. انا والله بديت لك اسطر الدنيا. ابيت نام. ينام يا ناس. اعرف ما كانش الخواجه عايز ينام. نام يا خواجه كوستي. بختك كبير بفت من ايدي يا دون. فكل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بدينار. الو هيلانا طمنيني ازاي حالي المدام؟ ايه الدكتور بيقول النهارده كده؟ يا رب. طيب اديني اول خبر بالتليفون. روح دلوقتي مخي مش معاك. يا خليل بيه حكايتنا دي لازم تنتهي النهارده. أنا مسافر بعد بكرة الصبح. من فضلك اعمل معروف يا ميسيو البير أخر المسألة دي شوية. أنا فكري في إيه النهاردة؟ أنا مش في حالتي الطبيعية. أعصابي مهزوزة مهزوزة أوي. إيه لا سمح الله. أنت من تليفون اسكندرية وحالك اتغير. الست بتاعتي بقالها 20 سنة ما بتخلفش. النهاردة الست بتاعتي بتولد.
توبة يا خواجة البير، تصور 20 سنة وأنا ما ولدتش، يعني ما وضعتش، يعني الست بتاعتي ما بتخلفش. مفهوم مفهوم، ربنا يتمم بخير. يا سيدي على الفرق. يا سي أرمنيوس ما تطيرش الحزبة من دماغي دي 46 و51 والميم منقوطة. نعم يا سيدي. البيع عايز حساب النور عن الشهر اللي فات يا حبيبي. الشهر اللي فات اللي فات، يعني نوفمبر نوفمبر. روح يا نوفمبر تعالى يا نوفمبر، الحقنا يا نوفمبر اوجع نوفمبر. النور 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 النور. 71 جنيه و622 مليم. ايه تاني يا سي سلامة؟ خلاص بايك، وصلها للبيه المدير يا حبيبي. تعالى يا سلامة، اهو ايراد الاسبوع توديه على البنك، ادي 4000 جنيه، وادي 100، وادي 18 جنيه، يبقوا 4118. حاسب يا سلامة، خد بالك. ربنا يستر. انت اللي طول عمرك عديم الذمه. بس انت هو من فضلك. حاضر. اسمك الاستاذ بيومي مرجان. من غير استاذ؟ ايوه من غير استاذ. بس حاضر. صنعتك مدرس. مدرس في كتاب. وبعدين؟ حاضر. يلا اتفضلوا. بس بكره اتفرج عليك هناك في ارميدان. بص كلب حقير. اخرس كلب ينتش. متشكر. اتربى في عزك ان شاء الله يا بيه. كتر خيركم، اتفضلوا. عقبال عندكم جميعا. مبروك يا بيه. ميرسي. النهارده يا نيكولا اكراما للمناسبه السعيده دي المحل مقفول بعد الظهر. نبه على الموظفين عندهم اجازه نص يوم. الله أكبر، يعني قفلت من ناحيتين. يعني يا مدام خليل هي دي ساعة ولادة دي؟ الله يقطعك يا بيومي، يقطع وشك ويقطع صباحك. وبعدين في الكاينة دي لا يا شيخ كده. عندي مين بقى؟ عبد اللطيف. وهتاكلوا ايه بقى؟ 16 سم يا ولاد الايه؟ ايه وايه قولي لي؟ يا سيدي البي من فضلك احسن انا مستعجل شويه. استنى ما اخلص بقى. دي دي جاي. وكوارع؟ لا طعمه احبها يا روحي اموت. وملوخيه بفراخ ولا بارانب؟ يا وعدي. اتفضل يا سلام فندم. انا مش بدأني الوقت يا سيدنا البي من فضلك. دي 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 ورق عنب وفاصوليا ناشفه ولا خضره؟
لا ده انا ضروري جاي بكره. ما بقينا بكره خلاص يا ولاد الايه وكمان كشك. لا 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 تعالى يا اخينا تعالى. فين وفين لما يبتدوا يحلوا؟ والسلطات طحينه وخيار مخلل. عال 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 عال. انا كنت جاي انما اللي اخرني حكايه مزفتك. المحفظه بتاعتي اتنزشت من جيبي من غير ما اشعر. مش حكايه عبيط. الحراميه هنا لما تربط الحاجه بسلاسل يخطفوها. الله يلبش بدنك يا بعيد. طيب جاي اوروفار يا زوزو. بيت الخواجه خليل هنداوي. ايوه انا سلامه. اعملي معروف اندهي لي البيه او مع التليفون. ايه سافر. بسم الله ما شاء الله. يعني قفلت من ثلاث نواحي. دقنك يا سلام يا فندم. المحفظة يا غجر يا لصوص يا نصابين. ايه مالك يا بيه؟ مسافة هلا الجاكيت على الشماعة تطير المحفظة. انا لازم اوديكم في داهية. عيب ما تقولش الكلام ده. فتش عليها زي الناس. افتش عليها ازاي وانا بجمع عليكم؟ ادي كل غيوبي اهي. اتفضل. مالك؟ ماليش. ايه مالي؟ ايه متعور؟ ودي مقطعه؟ طربوشي ضايع؟ ما انا كويس اهو. مالك مالك مالك؟ شوف لنا لقمه ناكلها. يو ده هو احنا مش معانا؟ ده انت متغير. وده ايه اللي كنت شايله في ايدك ده؟ شنطه. شنطه؟ ايوه شنطه. عمرك شفتي شنطه؟ شنطه فيها هدوم الخاضر. ايه هو ده؟ فين الظفر امال؟ انت ما طبختوش النهارده؟ نطبخ في ايه يا حسره؟ تطبخ اما حكايه لطيفه صحيح. يا اخويا تعال شوف النايبه اللي جات لنا. نايبه؟ خرجت انا وام من زور سيدي المدبول، رجعنا لقينا باب الشقه مكسور. باب الشقه مكسور؟ والنحاس كله مسروق.
ولا حاجه. الضغط ايه اللي بتعمله ده؟ مخبي عندك ايه؟ هدوم الحاضر. على فين؟ ما تستنى الاكل. سلم وزخ. ضرب زين قليل الحياة. اهلا سلام افندي. اهلا. ايه وسبتي ايه؟ انت فين يا عم ريحان؟ تعالى تعالى دبرني بلوتي. تعالى جرالك ايه؟ ده فصل تعمله فيها يا عم ريحان. اروح البنك الاقيه مقفول. تحبكوها على دقيقه واحده يعني 12 ونص وخمسه ما ينفعش دلوقتي. اوديهم فين دول؟ ايه فلوس؟ ايه ترى ايه؟ اروح البيت الاقي النحاس مسكت. اسال على الحوار ده يقولوا لي سافر. الشارع يا عم ريحان مبدور بسكريتات. اسمع ما فيش الا حل واحد. اسعفني ابوس رجلك. هيجينا ضيف عظيم سمو الامير كاندهار. الامير كاندهار؟ فانا لما كنت قنصل في بلاد العجم كنت اسمع كتير بالاسم ده. ايوه يا سعاده الباشا، الولايه اللي بيحكمها في بلودستان قريبه من بلاد العجم، ده يظهر انه من اغنى امراء الشرق. ثروة لا تقدر. ده عنده في حيازته زمرده تطلع في حجم ال البرتقال. يا هاوي ولا بلدي يا بابا؟ هو هيقعد في مصر كتير؟ والله ما اعرفش يا هانم. على كل حال دي زيارة غير رسمية، ونوصي انها تكون في جو من التكتم. خسارة ان سعادتك تسافر وما تحضرش نزوله هنا. والله انا نأجل سفرنا اسبوع، ما فيهاش حاجة يا بابا. بس انا مش مستعد من جهه الملابس اللازمه للبروتوكول. ما يكونش عندك فكر، انا حامل ترتيب يا بابا. الو ناهد، اسمعي لازم تيجي مصر حالا. طيب يا فندم، اقوم بكره الصبح. الصبح؟ لا لا لا، دلوقتي حالا. وتجيبي معاكي المونتور ارمين. اوعي تنسي حاجه من طرير الحلق والكوليه والاسوره وهدوم استقبال لبابا. ايوه والفن كمان. استنى شويه، اصل عايز اوصيها على حاجه مهمه قوي. طيب اتفضل. ده انا. ازاي كمان؟ مرسي يا فايق بيه. السلندر مكسور. يعني ايه؟ مش هنقدر نوصل؟ لازم له غيار. مسرور من السفريه دي. بالطبع يا جودة بيه، رؤية مصر بعد الخيبة الطويلة اللي غبناها عنها، ثم ذكريات الشباب في أيام التلمذة، والطربوش الجميل اللي وحشنا بقاله مدة. أود إن الملل والسقامة اللي كانوا ملازمين لشخص سموك يكون زال أثرهم، خصوصا بعد الحظوة اللي شفتها من ركاب الباخرة والإعجاب بشخص سموك. إعجاب سمو الأمير كان محط أنظار الجميع،
خصوصا السيدات اللي كانوا بيتسابقوا لنوال نظرة عطف مسموعة. لأن أمير المظاهر لها تأثيرها ولها سحرها خصوصا عند السيدات كده؟ وأكد لك أني لو كنت شخص عادي ما كانش حد وجه لي أي التفات. ما نقدرش نساعد، عاوز تصليح كبير. اها عايزين نرده هلا. لا مؤاخذة يا مدموزيل، إذا كنت مستعجلة ولا عندك مانع اتفضلي معانا. مرسي. احنا نازلين مصر وعندنا محل كفاية. افضل نستنى. انت حرة طبعا، لكن احب انبهك احنا في صحراء وجايز ما تلاقيش حد يسعفك. احسن تتفضلي وياهم علشان كمان تبعتينا نجدة. بس كيف يكون فيها مضيئة؟ بالعكس. شيء متعب ان الاوتوموبيل يتعطل في طريق زي ده. ايوه خصوصا لما تكون ست لوحدها. تحبي افتح الشباك؟ لا بيجيب رمل. ميرسي. الطقس النهارده ظريف. ايوه نهار صح، طقس في غايه الاعتدال. غير رنا شكازي بخير قال جميع. ايه في ايه؟ لا ما فيش، غزال في السكه وبيسالني اذا كنت غزال. اسمه شيكازين؟ ايوه بلغتنا. بلغتكم؟ احنا اغراب. لكن بتتكلموا عربي كويس. ايوه زميلي من مصر وانا برضو اتعلمت في مصر. حضرتكم اتراك؟ لا احنا من بلوستان. بلوستان؟ فين دي؟ في القطب الشمالي؟ لا بين الافغان والهند، معروفه قوي. حضرتكم جايين مصر فسحه؟ ايوه. لا احنا جايين ضمن حشية الامير كندهار. كندهار؟ اسم عجيب مش كده؟ ايه التأخير ده كله؟ يكون جرالها حاجة في السكة؟ يمكن يا بابا جاية ماشية على رجليها. حاكم هي سبور. لا ما فيش حد. Good bye, sir. فضل حضرتك. À quelle heure part l'avion pour Alexandrie, je vous prie? À 7 heures du matin, mademoiselle. Merci. إذا كنت تسمح كلامك. ما حد سأل علي من اسكندرية؟ لا يا هاني. غريبة. تأخرت فين دي؟ المنديل يا هاني. مسيو من فضلك. ايه عايز ايه؟ اذا كان واحد بده يشيل عندكم امانه وياخد اوضه. يس سر. اني ليترز؟ نو سر. يا حضره من فضلك
الو وي مدام بارفيتمون تري بيان. الا يا اخينا من فضلك. ايه ايه اللي بده ينام هنا يعمل ايه؟ ياخد اوضه. الاوضه عندكم تسوى كتير؟ 150 قرش ب 2 جنيه 120 في الشهر؟ في الشهر ايه؟ في الليله. طب ما فيش عندكم كده اوض متطرفه على السلالم فوق السطوح تحت في البدرون حاجه كده يعني نص لبه؟ ايه اللي لبه ونص لبه؟ علشان مين؟ علشان يعني علشان حضرتك ينزل فيه حضرتك ينام فيه حضرتك. ايوه ينام فيه حضرتي. ايه غريبه؟ يلا يلا الله يهنى عليك. يلا 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 هنى عليها يعني. انا بستعطى منك طالب منك حساب. يظهر انك غلباوي. مش غلباوي لكن كلام بالذوق. لوكان ده مفتوح للايجار زبون بيسال. ايوه ايوه لا لا انما غلباوي كلام فارغ زي ده. ايه ده مش هديه. اطلع بره فضلك. اطلع بره. بره يعني ايه؟ انا داخل هنا في بيتك؟ يظهر لسانك طويل. يلا بقى روح بالذوق. ايه مش هي دي لوكاندة نفرتيتي فلس؟ أظن كده. أنا نازلة هنا. اتفضلي. ناس أمك ناس عدماء في التمييز لوكاندة سايبة وفين مدير لوكاندة ده عارف؟ امشي من هنا امشي. أمال فين الأمير؟ الأمير وصل. وصل؟ أيوة بره على السلالم لابس فر وأسود. الأمير؟ أيوة الأمير أظن وصل قبلنا. أي لك كدابة فرقة مخ أشكال وألوان مستخدمة ما تسوش بصلة. والله العظيم ما كانت المصيبة اللي تحت بعضك. هو فين مدير اللوكاندا ده؟ الحمد لله على السلامة يا مولاي. ده الأمير كندهار؟ الأمير إيه؟ الامير كندهار. انا متاسف جدا سمحنا اذا كان في تقصير في الاستقبال. لا استقبال غنم لا استقبال دون لا استقبال فالصو خالص. ومدير اللوكاندا المغفل ده انا يا مولاي مدير اللوكاندا. عدم المؤاخذه غريبه انك عرفتي هو ده الامير كندهار. طيب يا سي مدير اللوكاندا هو يصح لما الانسان يخش عندكم تقوموا تجلطوا معاه بالشكل ده؟ احنا بنخش عندنا زبون عشان نص متر دانتيلا بنقدم له كوبايه بولاده تقوم انتم اخس خلقه رب سوس. سامحنا ما كانش في خبر بميعاد الوصول. وخبر عشان ايه؟ انا نفسي ما كانش عندي خبر بميعاد الوصول. ثم انا مش عايز مزيكا. انا عايز شويه دوق. زبون داخل لوكاندا مش جاي يشحت. اتفضل. انما ايه الجيش اللي ورايا ده؟ كل دول عشان يستقبلوا زبون واحد؟ شهيار مولاي امير دان اقتضاء اوامر صارمه نشمز مخلوق غريب امير دان مؤقت. الجناح الخصوصي. والجناح الخصوصي ده يعني مش ملموم كده وعلى قده اصلا طالب حاجه مش ولا بد. العفو يا مولاي. لا ما هو الانسان يتكلم بالصريح على قد لحافك تمد رجليك مش كده ولا ايه؟ كده كده. اتفضل. دي حاجة ترطشة خالص. صالون المقابلات. صالون المقابلات؟ أمال فين صالون المنامات؟ عجيب. مسألة أنا عامل حسابي على ما تيسر. لا مفيش تكليف. اتفضل. اتفضل اتفضل.
ايه ده؟ سرير. سرير؟ ده انا خايف انام عليه. مولاي الامير متشكر ومعجب بنظام لوكندكم. وحضراتكم تبقوا ايه؟ مشير اول، مشير ثاني. جناح جنبكم هنا، تحبوا تتفرجوا عليه؟ متشكر، ما تكلفش خاطرك. واخرتها يا مولاي؟ واحنا حنلاقي تسليه احسن من دي؟ ثم انا ليا غرض ثاني. ليه تطلع بكام دي؟ دي لازم منهم 2 جنيه. احنا لسه ما اتكلمناش في مساله الفلوس. والله دي مساله. لا ما هو عشان اعرف راسي من رجليا، عشان يجي لي نوم. انت تحب تدفع كام؟ والله بصراحه كده انا لحد 20 قرش كويس. اتفقنا. ايه 20 قرش؟ ايوه. كل ده ب 20 قرش؟ ايوه. والله يا بلاش، خد استقبال، حمام اول، حمام تاني. انا حاجي هنا عندكم كتير، اغير هوا. وحضرتك تبقى مين هنا في اللوكان ده؟ سكرتير اول. و سكرتير ثاني. وانا مش فارسني فيكم غير الزحمه الكذابه دي. حمام اول وحمام تاني وسكرتير اول وسكرتير تاني. نظام نظام هرجله. انا هدفع 20 قرش وبس. وهو كذلك بقى يا حضرة سكرتير أول ويا حضرة سكرتير تاني. أنا لا أنا جاي أنام ولا أنا جاي أستحم، إنما أنا ويا يا أمانة شغلة فكري شوية، وقالوا لي إن عندكم هنا في خزنة لحفظ الأمانة. أيوة الخزنة دي في نظرك يا حضرة السكرتير وفي عينيك وعفيدك يا حضرة سكرتير السير مضمونة يعني؟ إلا مضمونة. ما تزعلش أنا بسأل، والشيء اللي بتاخدوه مش بتدوا عن وصل؟ طبعا. عظيم، اتفضلوا. هيدا دول. اعمل ايه؟ الاوتوميل اتعطل في السكه، ما ترديش علي يا هانم غصب عني. انا كنت مقطوعه في الصحراء، ان ما كانش لحقني سكرتير الامير بنظهار. امير مين؟ كندهار. كندهار يعني ايه يا بابا؟ قالش الامير هيوصل امتى؟ الامير وصل، انا لسه شايفاه. شكله ايه يا نهم؟ والله يا هانم أنا في نظري السكرتير بتاعه يسوى 30 زيه. ما أحلى منه، مش كده يا ناهل؟ وصلني من حضرة سلامة فندي عبد الصبور بتشتغل إيه؟ موظف في محل خليل وأنا حسام بن دولة. موظف إيه يعني؟ مدير؟ كاتب؟ لا، منظم. منظم؟ أيوه منظم، مكاتب، كراسي، أدي ورقة للخزنة، أجيب ورقة للمدير. يعني ساعد؟ لا، فراش. فراش؟ أيوه فراش أول. فراش الخصوصي بتاع المدير. فراش ومعاك 4118 جنيه. ما هنا المصيبه، مش بتوعي، عهده بالمحل عشان اوديهم البنك. ولاد البخت المقندل يتقفل البنك، ومرات الخواجه تولد، والخواجه سافر لها اسكندريه، والحراميه يلطشوا النحاس من بيتنا، واتوحش انا الوحصه البنايله دي. مالك؟ خير كندهار؟ كندهار ده سموه الامير. سموه الايه؟ مولاي سموه الامير. امير مين وغفير مين؟ انا عايز واصل بامضه مدير اللوكاندا. مدير اللوكاندا ولا مولاي المعظم؟ بس بقى انا معظم ولا مهرم، ما بقولش بالكلام ده. بس اسمع اسمع يا نصابين يا ونطجيه يا غجر. طب والله العظيم يا اما تسلموا لي المحفظه، يا اما دمكم النهارده يطرطش حمام اول وحمام تاني لما يغرقوا. اختشي. بص يا سكرتير الاونطه، المحفظه، المحفظه. سيبه يا راجل انت. اديله المحفظه. خد. سموه الامير ها؟ كنت عايز تنتشها سموك، مش كده؟ طب والله العظيم لو كنت بايت سموك الليله في القصر العيني. سموه الامير. مدهش. أتاريكم ما بدأوش بقشن قرش كويس وسر الأجنية وحمام أول وحمام تاني وصابة تشتغل في المحفظة. إنما على مين يا أولاد اللذينة؟ ما انتهينا خلاص. آه انتهينا.
ومين ده آخر في دولة سموك؟ أظن وزير المقالب سكرتير تاني. مدهج يا مولاي. أنا من رأيي نفض المسألة دي. اسمع يا سلمان أفندي. سلمان أفندي؟ لا سلام أفندي من فضلك. إيه رأيك في اللي عاوز يدي لك هدية 500 جنيه ويسعدك كام يوم ما شفتهمش في حياتك؟ إيه؟ حاطين عينكم على حد؟ نخطر سوا يعني؟ شايف دول؟ إيه دول؟ آه لازم إيراد النهاردة. طب مش كفاية دول؟ لازم كمان تطيروا المحفظة؟ بص في العملة دي. لازم طبيته على سواح مش كده؟ بص عندك كده كويس. ايه هو ده؟ فهمت انا مين ولا اجيب لك برهان تاني؟ يا نهار زي بعضه اقصى علي وعرزنا خد عقلي. معذور معذور يا عبد السلام افندي. سلام يا مولاي سلام. اتفضل قوم. لا ما يجيش ما صاحش يا مولاي. يا نهار اسود ده انا صدر مني كلام فارغ ينقص بحر. اتفضل اتفضل يا سليم افندي. سلام يا فندم سلام. انا والله مكسوف من حظك قوي. انا اخلاقي غير كده خالص. انما انا يا سلام افندي طرأت علي فكره غريبه. ايه يا فندم؟ تاخذ المحفظه يعني؟ اتفضل يا مولاي. لا 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 اسمع. تحب تعمل امير لكم يوم؟ امير؟ انا مولاي فراش. صحيح فراش اول لكن فراش. ومصمم على كده؟ ايوه لاني عاوز اتاكد واؤكد لك ان المال والمظهر هما كل شيء في الدنيا دي. الظاهر يا مدموزيل ان الصدف بتلعب معانا لعبة غريبة جدا. ادي تاني مرة نتقابل فيها على غير انتظار. اوعي تكوني مستاءة من الصدف السعيدة دي. لا يا فندم بالعكس. اظن اهلك كانوا مسؤولين على تأخيري. والله دي كانت فرصة أنا أحسد نفسي عليها وأتمنى ولو إنه تمني غريب تتكرر حوادث تأخير بالشكل ده على شرط تكون النكدة على إيدي أنا. حضرتك غريب جدا. أنت لسه هنا؟ أهو نازلة يا ست هانم. أنا مش هستناكي ساعة لما تتكلمي وتهزري مع الرايح والجاي. أنا متأسف جدا يا مدموزيل. ما كنتش أحب أكون السبب في إزعاجك. لا يا حضرت ما فيش حاجة. سمو الأمير يهمه كتير إنه يساعد في خدمة العلم. أنا حرفع التماسكم إلى ذاته العلية وعندي أمل كبير يعني إن نقدر نطمع في شرف الزيارة للمدرسة بكرة إن شاء الله. عاش سمو الأمير. كريم وبحبوح سخي بشيمته فأنعم بأيديه وأكرم بطلعته. متشكر. وسيم المحيا متشكر ممنون مرسي عال خالص برافو.
ودلوقتي بقى التعليمات اللي قلت لك عليها فهمتها كويس؟ فهمتها يا مولاي، والسموك هتكون معايا جنبك ما تخافش. خلاص خد مركزك. منظور سمو الامير يتنازل ويقابل وفود الزوار في الصالون تحت؟ في يا خير بيه. هل يتنازل مولاي ويشرف الصالون لمقابله بعض الزوار؟ والله نتنازل ما فيش مانع. برافو عال خالص. الجزمة ضيقة شوية. مالك؟ رجلي. ابتسم وانت بتتكلم. الجزمة ضيقة والكلوم لهلبني. انزل. حاضر. بلاش فضايح، دول بيصوروك. انزل وتبسم. اتكلم. وحشتونا. بلسان مولاي الامير اشكركم على الترحيب بشخصه الكريم، ولي الشرف ان ابلغكم تقديره بالسامي. اسمح لي يا مولاي اقدم لك الكابتن بلوكوفسكي، الطيار الباسيفيك المشهور. اهلا وسهلا. طيار حضرته؟ ايوه، ده ضرب الرقم القياسي في الارتفاع. عجيب. ده الهوا ده بيشيل تمام. Best congratulations from his heights. جبران باشا الزحلاوي يا مولاي. ازيك يا سي جبران باشا؟ بدعى من الله لسموكم بدوام العز والرفاهيه، وبتمنى من جوات قلبي تيسون غالي صحتكم وبيحفظ النا باهي جمالكم النايح. كويس، كتر خيرك. جبران باشا من اصحاب الملايين. اهلا وسهلا. ازيك يا جبران باشا؟ وحشتنا قوي يا جبران باشا. سلامات يا كفران باشا. وشو بيأمر سموكم بهالموضوع الإقتاضي اللي عرضته على الأعتاب السنية؟ كفران باشا يا مولاي مقدم اقتراح إنه يحتكر منابع الغاز في أراضي الدولة. ده شيء جميل. عال. إنما أنتم مش عاملين حسابكم كويس؟ على إيه يا مولاي؟ فوانيس، شمع، بتاع. شمع؟ أيوة شمع. إذا كنت أنت هتحتكر الجاز اللي في البلد كله، الدولة هتنور بإيه يا كبران باشا؟ الأمير حيهتم بالموضوع ده يا جبران باشا. الله يدم لعز سموه. أستغفر الله يا جبران باشا، أستغفر الله. رستم باشا يا صاحب السمو من رجال السيف القدماء. أنا كنت في عهد الأمير كريم الدين شاه
المرحوم والدكم العظيم. دنيا تعيش انت. انا كنت قنصل لبلاد العجم اللي فيها السجاجيد العجمي. اتذكر ان سموك وقتها كان عمرك 7 سنوات. ايوه كنت صغير وكبرت يا رستم باشا. احفظ لغايه دلوقتي حادث حصل لسموك وذكرته الجرائد بالاعجاب. سموكم مغرم بالصيد من الصغر. ايوه صحيح انا كنت غاوي الشيء ده. الفرس جمحت بسموكم ووقعت على صخر، وكانت النتيجه بعض جروح اصابت رجل سموكم. ايوه وبتنقع عليا لحد دلوقتي. أقدر أتجرأ وألتمس من مولاي تشريفه بحفلة بسيطة نقيمها الليلة تحية لقدوم السعيد؟ والله كل أمرونية ليه لا؟ مس ماريا ليكوفيتش الرحالة الروسية المشهورة. تاك يا راجل تاك يا شاكي أنت لوتشيش دين ماي جيزني. Ничего подобного, никогда ничего не ожидала. Я не знаю, так счастлива. Крайне рад, наконец, вас видеть. ناهد هانم، سمو الأمير يكون مسرور جدا بحضورك الليلة في حفلة رستم باشا. الأنسة ناهد يا سمو الأمير، الوصيفة بتاعت. ايه بعد وصيفة رصيفة المهمة نبقى كده كلنا لما مع بعض. ده شرف عظيم يا مولاي، أنا ما استحقوش. لا ما فيش تكليف، ما حدش واخد منها حاجة. ابني تعالي، أنا أحب الزيطة. والله الشيء عجاب. ما بقاش الا الاتباع كمان يقعدوا كتفهم في كتف اسيادهم. انا شايفه حاجات كده مستخبيه مش عجباني. ايوه فهمينا، بينك وبين السكرتير السائل ده ايه؟ انا واخد بالي من كل حاجه، انا مستر تور. ابتسامات التفاتات حاجات كده قله حياه. يا ست هانم انا ما صدرش مني شيء يوجد كلام زي ده. ناس قابلوني مقطوعة في الصحراء عملوا فيا جميل. لا أنا حاسس إن حامل حاجة مش كويسة. أنا خايف لحسن يلا السلامة نفور دم يخنق. ناهد أديني بقول لك أهو، إذا ضحكت مرة تانية للراجل ده هموته، هخنقه، هفرمه، هقطعه. أنسة ناهد عارفها؟ مش من تحت الصحراء؟ عارفها يا مولاي. أيوه هي. يهمني إنك تعاملها معاملة ممتازة. أيوه مفهوم، يعني ملطفة، منخشة، غمزة كده، ضحكة كده. لا يا سيدي. أمال إيه بس؟ يعني كلامك يكون رقيق، نظراتك لها تدل على عطف، على إحساس عالي. فهمت؟ فهمت. على إحساس عالي. الله ينكد عليك يا ريحان وعلى شرطك الأكشة. يا اخي انت مش لك عقل. لازم يكون ليه يا مولاي، انما قرب يبوظ من الاحوال الملخبطه دي. انا راجل بتاع قماشات، تاخدوني من الكاستور والستانيه على منابع الجاز وكا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 ك
كأنك تتكلم. يا ريت يكون أحسن، لما هم اللي بيجروا معايا بالكلام. جاوب بكلام بسيط. اسمع، في حفلة الليلة هديك إشارات نتفاهم عليها. إذا لقيتك بتتكلم كويس هكحيلك كحة واحدة كده. هو ده شيء ريح. أما إذا كحيت لك كحتين بالشكل ده يعني تفهم إنك بتلبخ، تقوم تصلح ألفاظك وتتلم. ده كويس، هو بالشكل ده الواحد يعرف يشتغل. حاسب انا عندي مشكله الكلو دي. اسمع، انت تعرف تقرا؟
لا حق فيدي يا مولاي، حط في بطنك بطيخة صيفي. عربي ولا بلغتكم انتو؟ لا عربي عربي. اقرأ كده وسمع. يا شباب المستقبل ايها التلاميذ. عظيم، اهدي الخطبة اللي حتقراها في زيارة مدرسة، ودي في زيارة ملجأ. ملجأ؟ ايوه، بكرة حنزور ملجأ للجماعة المساكين اللي بيلموهم من الشوارع، والليلة في حفلة رستم باشا اذا احتاج الامر هتقرا الخطبة دي. انما ما تنساش زي ما اتفقنا. ما جاش يا ستوتة؟ ابدا يا نينا، وتلاقي قلبي زي الشوك. يا اختي جلاله ايه مالوش عادة يتأخر كده الساعة بقت 9؟ يمكن في الشغل في الدكان في المجازينو، يمكن اجاته في الكافيه لعبته طاولة مع صحابه كلمة كده خدودة كده، وقت بيفوت في مستوتة يا روحي. ما هو يا مياني يا اختي، الواحد قلبه بيودي ويجيب، والشيطان وحش ده نازل متلخبط ومشغول ومخه مش على بعضه. والله يا كبدي ما تغدى نزل على لحم بط. يا سيدة زينب تسوقيه؟ يا سيدة زينب في الله، يا سيدنا الحسين في الله. يا رب تجيب العوائب سليمة يا رب. يا ترى انت بتعمل ايه دلوقتي يا سلامة؟ بلت يا ناهد، انت كنت مسافرة من اسكندرية لمصر، وانا قلبي كان مسافر من مصر لاسكندرية. على سلم يا ناهد، انا ازايك يا ناهد؟ هو ده الشيء اللي يغيظ في الاحلام. انا مرة حلمت اني كنت راكب حمار. لا يا ربي، انا كنت راكب حصان. انا كنت راكب اوتوموبيل. كنت ماشي على رجلي. وبعدين وبعدين صحيت من النوم. يا سلام، حلم لذيذ مدهش. ايوه واخد بالي، لكن بمنتهى الذوق. يا مدمازيل يا بتاعت الصحراء. مولاي، تعرفي التفاح الامريكاني اللي وقته بتسعة ساخ؟ ايوه يا مولاي. خدودك انت تتف على خدودك. اشكر لطف مولاي. برناشي أوراق ملفوفين، سرعة شقناس. مولاي صاحب السمو الأمير ككندها، ليس في إمكانك كان يا صاحب السمو أن أقوم بواجب الشكوك على هذا التنازل ككبير. في الختام أكرر تشكك راتي، ويشارككم ذلك المدعوين الكرام. خد رد عليه. أيها البائسون التعساء. أيها البائسون العظماء. لقد جمعوكم في هذا الملجأ من الأزقة والشوارع الفخمة الفاخرة، وأنقذوكم من التسول والتسكع على أبواب القهاوي والدكاكين والسرايات والفلات والقصور مكتوبة كده، فأطعموكم بعد جوع ما تتصلح شريك، ورحموكم من الشحاذة والتسول.
يا رستم باشا، سمو الأمير متأثر جدا للحفاوة اللي أظهرتها سعادتك في الترحيب بذاته الكريمة. اتفضلوا، صاحب السمو أبدى موافقته في الاشتراك في حفلة الروليت المقامة لمساعدة المشروع الخيري لمستشفى النمط. حظ ايه ده يا صاحب السمو؟ انا اهنيك، حظ بكل حاجة. لا وانتوا لسه شفتوا حاجة؟ طولوا بالكوا عليا، ما طلعتكم من هنا عارفين. استنى علشان تعوضي بيه خسرتك، ده شيء يسر صاحب السمو. مولاي شيلي، انا مالي وما فلوس ابويا المكسب، معلش لكن فلوسنا انا مالي. ايه دول؟ احنا خزعنا ولا ايه؟ ايه الفلوس؟ 118 جنيه يا صاحب السمو. 100 وكم 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 وكم؟ سموك قبل كده مش لعبت ب 4000 جنيه؟ وادي 118، يبقوا 4118. يا خبر اسود، 4118؟ عن اذنكم يا اخوانا، مش لما تقف البليه يا صاحب السمو. باليد ايه ده؟ انا قلبي الواقف دلوقتي. همشي تكتاين بالسوق. اعصرونا مولاي، تعبان شويه. تعبان قوي. 4118؟ انت جنسك ايه؟ حجر؟ خشب؟ دي عهده يا جودك بيه، عهده يا عالم، عهده. ما كانش عندنا عمله مصريه، اتصرفنا في المبلغ بتاعك. ما كانش ناقص الا واحد زيك انت مستخون ذمه. يا فندم العفو، لا سمح الله، ما تقولش كده. وماله والناس اللي بعدها؟ بكره ان شاء الله لو انت بك عمله مصر الساعه كام؟ يا مولاي اظن كفايه كده، وجود راجل زي ده هيسبب فضايح كبيره. كربوناش طهور بن شاسي اراده كاسكار كلشر شكتير بكتاش من درد اشطور اشطور اشطور. اسمع يا فندم، من هنا ورايح مانيش عاوز فقك للفكره. بلاش يا فندم، ثم ما تجاوبش الا بكلمه بس. ايوه مثلا؟ لا. شيء جميل، ما شاء الله، ربنا يزيد، ربنا يبارك. حاضر يا فندم. ايوه لا، ما شاء الله، ربنا يزيد، ربنا يبارك. بكره ان شاء الله لو يمضي فوق عمله مصر الساعه كام؟ يا قواتي احنا رايحين فين دلوقتي؟ زيارات مختلفه زي ما فهمناك. انت ما تقولش الا ايوه. لا ما شاء الله شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. ما شاء الله شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. مش صح جودة البيه يخطف رجله عشان يفك عمله مصري؟ انت هترجع تسني تاني؟ لا لا يا فندم لا بلاش. ايوه لا ما شاء الله شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. وبالاستعداد ده يا مولاي اصبح النهارده معدل الحرايق اللي بتطفيها الفرقه يوميا من 10 ل 12 حريقة. ما شاء الله، ربنا يزيد. بمجرد ما يدخل سمو الامير تكونوا كلكم خيام. واحد اثنين تقولوا النشيد، فاهمين؟ انت يا ولد يا عبد الله. نعم يا فندم. انت صوتك مسلم. ازاي يا فندم؟ ابقى علي حسك شويه. ده انا صوتي كويس خالص. رقي قلبه رقي قلبه ومال اليه غطاء. يا خيرا نتبي ترى المعالي والهدبي
لي التحية ده يا مولاي من تأليف الأستاذ بيوم أفندي مرجان. يا ما هو باين من المعاني الجميلة والأصوات اللي تفتح النفس. روح عليك يا بيوم أفندي فنجان. مرجان يا مولاي أنا مش واجد ألفاظ. إن شاء الله ما وجدت، مش ضروري. متشكر يا بيوم أفندي بتنجان. بتنجان حصة حساب يا مولاي. حساب؟ حضرتك بتعلم حساب؟ نعم يا مولاي. ما شاء الله، شيء جميل. في ناس كتير يا بيوم أفندي ما بيحسبوش حساب. شوف شغلك. حاضر يا مولاي. شوف شغلك. حاضر يا مولاي. رجل اشترى 20 مقطعا من الحرير بسعر المتر 31 مليم. واحد وثلاثين مليم حرير بثلاثة ساغ مليم ازاي؟ فين ده؟ جنسه ايه؟ ياباني ب7 سنت، برسيليا نمرة 2 ب16 قرش، مشجر ذواتي عرض 70 سنتي ب22 ساغ، محلاوي ممتاز. يا مولاي افتراض، مجرد افتراض. افتراض كويس، انا بحسب بيع وشراء، كان يبقى خراب على صاحب المحل. مدهش مولاي واسع الاطلاع في مختلف الشؤون. ودفع ربع الثمن مقدما والباقي على 50 قسطا. 50 قسطا؟ مجنون مين صاحب المحل ده؟ يا مولاي. مولاي ايه؟ ما هو كلام مفركش، يعني يكون صاحب المحل مات واندفن ولسه ما عوضش نص الثمن. هو بعينه هو انا غشيم عن سلامة؟ يا خبر، ازاي الكلام ده؟ اما دي هتبقى حته حكايه. ما بانش عنه خبر يا اختي. ابدا يا سمو محمود، وتلاقيني يا اختي هتجنن. سالتوش في القصر العيني؟ يا شيخ فالله ولا فيه. الشر بره وبعيد، تف من بقك. ما هي السكك الايام دي وحشه والطرميات ما بتعتقش حد. يا ندمتي يا ساتر استر يا رب. تجلى بالخير يا اخويا. يا ابو الزاد يا اخويا. وقلت لي نازل فين؟ في لوكاندة نفرتي. نروح له. ايوه يلا 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 يلا. يا ابو ستوته، يا ابو ستوته. ايه يا اخويا سمعت حاجه؟ لقيناه، اطمني انت في بيتك وتعالي. هنا في الملجأ. ما شاء الله. بقاله عندنا 12 سنة. لاي مستخدم في محل ماني فاتورة. مستخدم في محل ماني فاتورة؟ ايه بياع؟ لا خدام. يعني تكنس المحل تمسح المحل. لا انا والمية اودي ورق اجيب ورق. تبقى فراش مش خدام. وعمل عملة مش لطيفة. ايه ايده كانت طويلة على القماشات؟ مش طويلة. سيعوني مرة أسحب من البنك مبلغ 350 جنيه، خدتهم وحبيت أسلمهم في المحل
لقيت المحل مقفول ومكتوب على الباب ورقة. مرات المحل بتولد. بتولد ايه؟ مرات صاحب المحل ماتت. واحد. وبعدين؟ وبعدين احتجت انا بالفلوس. شلتهم عند راجل طيب. جيت اطالبه بالفلوس تاع الانكار. انتوا دلوقتي هتفكوا فلوس مصري امتى؟ مفيش استعجال للدرجه دي يا مولاي. المبلغ اللي هتتبرع به هتفكوا فلوس مصري. ها وبعدين؟ وهي فيها بعدين ودوني على اللومان. الله اكبر. وطلعت من السجن لقيت بيتي مخروب. ده شيء جميل. ومراتي بتشحت. الله الله. انتوا هتفكوا فلوس مصري امتى يا مولاي؟ هتفكوا فلوس مصري امتى؟ هتفكوا ارتحت دلوقتي؟ فلوسك وياك؟ الحمد لله بلعنا رينا. ما هو حضرتكم ما انتوش فاهمين الموضوع. انا اصلي المبلغ ده لما خدته من المحل عشان حاضر. اظن بعد كده مفيش داعي يكونك تلطش في كلامك. لا يا فندم ملطش ازاي لا سمح الله. ما انا اصلي المبلغ ده لما خدته من المحل حاضر. اذا كنت هترجع تقر تاني يكون في معلومك هاذيك. لا يا فندم ليه؟ مفيش لزوم. ما دام دي معانا خلاص. انا اصلي المبلغ لما خدته من المحل. انا على موعد مع صاحب السمو. منتظر سمو يكون هنا امتى؟ مش هيتاخر كتير. اتفضل انتظر. معلش اقعد استريح يا خالته ابو ستوته. زمانه جاي. دارم خوش داري ما لبسيس خير سيس مراتي حمادي فمي احمادي والشكور عدادي. اهدأ العائلة الفاميليا. نخص دول بكش قوي. انا قلت لكم كده من الاول يا اخواتي. ما يمكنش ابدا. ده لازم هو. هو ازاي؟ لا انا كنت متجوزة تولياني. لبقيت بيرسل زي البربان. والله لو يرتم باليابان هو سلام. ادي دقن اللي ما كنت تكشفه. الفابريكا متعهده بتوريد اقمشه جيش افغانستان والكويت والشط العربي، ولها امل كبير في ان سموك تشرفها بطلبات الجيش البلوديستاني. والجيش البلوديستاني هيطلع قد ايه؟ 12,000 مولاي ضعيف الذاكره. ربنا يكون في عوننا. هنفتكر ايه ولا ايه؟ وجيش مين ده اللي بتورده له البمبا المزغزغ ده؟ دي يا مولاي عينات حرير للستات. انا كمان بقول. الهدايا وصلت؟ وصلوا يا مولاي. مع تحياتي وشكري أقدم هذا التذكار البسيط. كندهار. بكسر. جميل يا بابا. هدية أمير صحيح. أهك كده لكوكون التذكار ولا بلاش. وأنا ما بعتليش حاجة يا بابا. أنا كنت متأكدة إني مش واجب يا بابا نروح نشكره. واجب مؤكككد. يا مدموزيل اديني ابارتما سمو الامير. طبيعي ازاي؟ لا صناعي. انتوا بقى مين ايه؟ الامراء دول عمر ما عمرهمش لا باعوا ولا اشتروا. بقى تجيب لي لحمه خشنه وتقول لي كل فراخ. لا طعم ولا طعم. الو؟
مقابلة سمو الأمير؟ مين حضرتك؟ أسهار كل بني. اتفضلي حضرتك. خلاص مولاي الأمير يبقى يسوي المسألة دي. شكرا مولاي. يا أمر يا أمر يا أمورة يا أمر يا أمر يا أمورة يا أمر يا أمر. إيه بتعمل إيه؟ بتهوى شوية. البس أخلص البس. إيه تاني؟ هي قبلة. هي مين؟ الأنسة ناهي. إيه مش هنخلص من بنت الصحراء دي؟ ها؟ هذا إحنا مش فاهم شغلانة ايه اللي كانت تخبيالي. احنا لسه متعشيناش. اوه بلاش بلاش. امير يشتغل وهو جعان. ثم زي ما اتفقنا كون ظريف وياها للنهاية. لوح لها بالغنى بالجاه بالمال بالحب. بكل حاجة انا هدفع من جيبي. مساء الخير يا صاحب السمو. اهلا وسهلا يا مس الفل. تفضلي ارتاحي خدي حريتك مفيش تكليف. ازيك؟ انا جاي يا صاحب السمو اشكرك على الهديه الثمينه اللي تعطفت بيها عليا. لا لا دي حاجه فارغه. انت شفتي ايه؟ انا قدام شويه حرشتشي خالص. انا ما يمنيش انا خنجري الابره. انا طالع في مخي اشطب دكاكين الجوهرجيه على ايديك دول ورجليك اللي زي رجلين الديوك الرومي. يا صاحب السمو. يا حته من قلب صاحب السمو يلي هتشنكلي سنك موازين عقل صاحب السمو. لا 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 اسمح لي اوقفك عند حدك. حدك ولا يا حد يا مصلحه الحدود. انت قربي هنا تعالي. انزل محلك ولا هتجبرني اعملك عامل مش كويس. اهدي ما تبيش بردك لما على الله. كنت جايه عشان اقول لسموك ان الصوره بتاعتك دي تبقى تهديها من فضلك للناس اللي يستحقوها. حضرتك غلطان في نظرتك ليه. مادموازيل ناهد ارجوك اديني فرصه اشرح لك. كفايه من فضلك. انا مش متاسفه الا من شيء واحد. سلامه نيتي. كنت بفتكركم اعلى من كده. انتي بتلعبي دور في منتهى السفاله يا ست هانم. خلاصي الامل الضايع اللي انتي طمعانه فيه ما يتحققش لواحده زيك. لكن حطي عينك مره تانيه على واحد من مركزك يا فندم. بس نمي شنطتك وسافري مالكيش عمل عندي. هدية جميلة أحافظ عليها طول حياتي. تذكار بديع يفكرني كل ما أشوفه الساعات الهنية اللي أسعدني الحظ وقضيتها بقرب سموك. مدموزيل مدموزيل ناهد. اشكهار اوتوموبيل جاي لي. ما في الحقيقة كانوا ساعتين مش بطلين. ولولا الخضايد على المحفظة والفلوس ما كانش في أحسن من كده. هو دعم سموك حاجة؟ لا ما دعش إنما كان على وش ضايع. لكن من ربنا ستر. وأنا بلبس العقد النادر ده بصيت لرقبتي في المراية ومن فرحتي بروحي قربت وانا سرحانه وفتحت دراعاتي وبصت المرايه. ايه ده هوتي يعني؟ يا ريتني كنت مرايه. ايه صحيح انت. ايوه انا خالص بقى كده 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 وابو كده.
عندي تصريح من المحافظة، ولكن أنا ما اسمح لكش بصفتي مدير اللوكندا. معايا كمان أمر من النيابة. كندهار تحبني؟ تحب جهان؟ وما نحب إيه؟ البس ريح. ما تخدعنيش، حرام عليك، ما تقطعش قلبي. ده أنا اللي هقطع هدومك. يا طول عذابي من بعد فراقك، كان إيه اللي جابني هنا؟ أبوك. وكان إيه اللي جابك هنا؟ المحفظة. أبداً مش معقول أبداً، لازم البلاغ ده جاي، إنما أنا مكلف بمهمة لازم أتمها. شوف السعادة لما تهجم تفرح إزاي. أيوة شايف. ايه يا بتاع اللوكاندا؟ برضو يا صاحب السمو، طلب من البوليس. بوليس؟ علشان مين؟ واحد اسمه سلامة. سلامة؟ ما مين سلامة ده؟ مين سلامة؟ انت قوله سلامة. البلاغ اللي عندنا صريح وانا مضطر احقق. فضل قول اتكلم. ليه لا يا رستم باشا؟ اندهلي السكرتارية من فضلك. مفيش حد منهم، كلهم خرج. خرجوا؟ هم عملوها ما شاء الله، ولا سابوش خبر، ما فاتوش حاجة. لا يبقى شيء جميل. ولا كانش ممكن أبدا قبل الظروف اللي حكيت لك عليها إني أفهم قيمة أخلاقك الجميلة وأكتشف نفس عالية كنت أستبعد وجودها في الدنيا دي. أنا مش مصدقة أبدا، دي رواية تمام زي روايات السينما. أيوة وحلاوتها في كده يا ناهي. مش تسمحيلي برضو انا دي كده؟ اصل البنك كان مقفول، وانا لما رحت البيت ولقيت النحاس اتفتح. بقى حضرتك صحيح فراش كده 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 وابو كده. ربنا يا رجوز يا اهبل يا عبيط. العفو يا فالح يا مدردح. اطل مس خنزير كيكي كيكي راسي. تفضل يا صاحب السمو، تفضل شرف على الاسفلت. مثل الجنين لاسفلت الكراكول. المهم سلاحنا ويانا، المحفظه بخير. تعال هنا، رايح فين يا حرامي يا نصار؟ اصل داخل تسرق حاجه. اخلص قطع لسانك اسحبها. دي الفلوس اللي تحديني تشتريك انت واللقطه بتاعتك. انت فاهم ايه؟ ناس لمامه من الشوارع؟ ناس جيوبهم مش عمرانه؟ تفضل شوف. يا خبر اسود، يا نهار زي بعضه، يا دروع المطينة. هم من فضلك لما مشوا مش قالوا لك انه يلا يلا بينا على الاسم. الفلوس يا معلم، الفلوس يا هو الفلوس. انا دماغي مش معايا، 48 ساعة لسه ما دقتش النوم. يا سلام من فرح يا نيكولا، من فرحي انا مزاج. ده كل من شافه يقول تمام طالع شبهك. يعني قمر. اسم الله عليه سميته ايه؟ منقرع. منقرع اسم ظريف قوي، اسم فيه منتهى المزيكا. لكن مش عاجب المدام، عايزه تسميه لقال جوزيف. منقرع ازرف قوي. ان شاء الله كده يتربى في عزك يا خليل بيه وتشوفه راجل صاحب محل عظيم. لا 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 لا, لا. انا مش عايز اعلمه الكذب. في واحد في اسكندريه بعت لي بيتين شعر تهنئه، انما لهم العجب. فين نظرتي؟ اندهولي سلامه. سلامه ما جاش. ما جاش ليه؟ مات له حد تاني ولا ورطش الخزينه الوصل بتاع البنك؟ الوصل بتاع البنك انا سلمته نهار السبت 4118 جنيه، ومن ساعتها لا حس ولا خبر. والأدهش من كده يا خليل بيه، اتفضل. يكونش يا اخويا البيه بعته هنا ولا هنا؟ خش اسأل عن المعروف. والله يا ست المسألة دي يا اخويا طمنا انه مكش ثواب. عملت معروف يا خبيبي، ده بقاله 2 ليلة مزنم.
أما صحيح يخلق من الشبه 40. ابعتوا اسألوا عنه في البيت، يجوز يكون عيان ولا جراله. هو أنت إيه؟ قلبك حجر؟ أنت هتخش تقول له ولا أنده عليها؟ يا خليل البيت، يا سعادة البيت. إيه الزيطة دي؟ إيه في إيه؟ مين دول؟ أنا يا بيه مرات سلامة أفندي. أنت مراته؟ فين هو؟ ما جاش ليه؟ أنا اللي جاي أسأل عليه من سعادتك، ده بقاله ليلتين ما جاش البيت. ليلتين ما جاش البيت؟ إزاي؟ تعالي معايا، تعالي. طبعا ما انثبتتش عليا. هو خرج من هنا وانا رحت مبلغ البوليس عدل. المغفل عامل امير ويزور مدرسه يقوم يفنط ماركات الحرير اللي في الدنيا كلها. هو انا ايه؟ حمار؟ اما دي حكايه ما كانتش على بالي. سلاما اللي احنا فاهمين انه المهم انا ما عنديش وقت، عايز اقابل خليل بيه. اتفضل فوق في المكتب. وقعتك سودة يا سلامه النوايا. قول لي يا اخ انت متك ايه؟ لا بس اتخانقت مع واحد. لا بسيطة، ابشر فيها 16، ده انا واخد 5 سنين. منتحل شخصية أمير وما وجدتوش معاه فلوس؟ ما وجدناش معاه إلا شنطة فيها عينات أقمشة. لازم بقى وزعهم وعامل احتياطه. هو ناتج حاجة من المحل؟ 4118 جنيه. بس 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 أنا 6 سنين فابو زعبل. يا ندمتي يا سلامة، فكوم يا شفت فوز سلامة. ألو؟ بنك مصر؟ الله، سلام يا فندي، عملت إيه؟ لا لا، واحد صاحبي دخل الرجل وقماش من جوه. انجر! ميرسي. ما ورطش حاجة. بيه انا غلبت افهمك، ده راجل ثعلب، ده تعبان ازرق مولف ملفوف على بعضه في بخ جسم مناعه يقرص ويستخبى. قراصيتك عقربه في حد عينك. سلامك. نهارك سعيد يا سعاده بيه. نهارك زفت. اتراني يا هو ده الفراش بتاع حضرتك اللي اسمه سلامه يا خليل بيه؟ انا يا فندم. بص هو بعينه. خلاص خدوا العسكري. ياخدوها على فين يا دي النايبه؟ من فضلك دقيقه واحده تسمح تفك له الكلبش؟ مفيش مانع. هات ايدك، جاك وجع ايدك. تعال يا سلامه، تعال. ايوه سعاده بيه. اقعد استريح، ما تخافش ما تخافش. والله انت لو تنحمل الحكاية يا سعادة البيه. ربنا امر بالستر. اقعد استريح، ما تخافش ما تخافش. ايوه سعادة البيه، ربنا يخليك. ربنا ياخد اجلك يا عم ريحان. ربنا طبقها على دماغك يا مولاي بتاع بلوتستان. انت تحب تخلص من 10 سنين سجن؟ امال يعني غاوي اشغل شقه المبلغ. ما هو المصيبه في المبلغ يا فندم، المصيبه في المبلغ. الحق نفسك وخده. منين طيرت منه كان؟ كله منه، كله كله. ودوه في دهي الحرامي النصاب. ايدك يا مشبوه يا وش الجرايد. اتفضل. يا سلام احنا لسه في اولها، ما توديش نفسك في داهيه، اظهر المبلغ احسن لك. ايوه اظهره يا اونطجي. يا سعادة البيه، ما هو يمكن واحدة، أنا عندي طريق. عظيم عظيم، هاتوا العسكري، هاتوا. اتفضل اقعد استريح، ما تخافش. نعم. هم 4118 جنيه، مشكلة؟ أيوة. تقدر سعادتك تقسطهم عليا كل شهر، زي ما أنت عاوز. نقسط عليك 4118 جنيه وانت ماهيتك 8 جنيه؟ يعني لازم تعيش كم سنة؟ في ناس بيعيشوا 120 سنة 150 سنة يا فندم. ودوه في نهي الحرام النصاب ده. اتفضل. كده يا اخويا تيجي
تيجي على الاواخر وتسرق. اسرق يا ستوت عيب اختشي. ده مقلب وطلع من اسمتي السودة. احمر لك يا اخويا الفرخه واستناك بيها على باب السجن. نهدى سلامة. الحقني يا صاحب السمو، كل شيء كان على يدك يا صاحب السمو. ايوه معلش. معلش ازاي رايح لمان؟ لا ما تخافش يا حضرة الضابط، اتفضل. ايوه لكن مع الاسف جره يا شويش. ازاي؟ انت واياك امر من نيابة. ايوه لكن متهم بتهمة تانية. تهمة تانية؟ ايوه بدد من اموال المحل 4118 جنيه. 4000 جنيه؟ ازاي؟ المبلغ ده انت مش واخده مني؟ في نظر سبوك يعني اتسوق وتربة اموال سبوك. احنا ساعة ما عرضتوا علي اشيل المحفظة في خزينة الوكالة. ايوه وانا قلت لكم لا خلوها معايا خفيفة. يلا أيوة. يلا هناك في الاسم. انا في عرضك يا صاحب السبوك. انجر يا رومانجي. يا حضرة الضابط تسمح بدقيقتين بخصوص الموضوع ده؟ مفيش مانع. انما بحضور خليل بيه من فضلك. هي دي مش قطه؟ اتفضل. جنابك خليل بيه هنداوي؟ ايوه يا فندم. انا ليا كلمتين مع جنابك في مساله سلامه. الجدع ده انا متاكد انه مظلوم وانه ضحيه لعبه انعملت فيه، وانا مستعد اسدد عنه المبلغ ده لغايه ما تتضح بلاطه. اتفضل. بونجور خليل بيه. مبروك مبروك. اللي جاب لك يخلي لك. اهلا وسهلا اكسلانس. تسمح لي حاكم مستعجل بسافر بعد نص ساعه. يا خليل بيه ادي العينات كلها، ويهمني تنتهي المساله دي حالا لاني مستعجل. هنا عندي اقمشه لسه ما يزيش السوق، موديلات ديرنيير كرياسيون. ايه هو ده؟ دي مش محفظتي. مش محفظتك؟ وريني. دي محفظة سلامة. محفظة سلامة؟ مزاج حضرتك ما كانش بيستحمل حد يدبدب فوقك. بكرة يا حظ هيدغدغ وعبك في الجبل. يدغدغ اكتر ما يكون عجله مصدي يا رب. استنى يا شويش. يا سلام افندي انا متاسف. فك ايده يا شويش. انت راجل جوهره يا سلامه. خد عجايب. انا كنت وعدتك ب 500 جنيه اهم يا سلامه. و 200 جنيه مني انا يا سلامه. خد. مين؟ بنت الصحراء؟ خطيبتي. عجايب. انت من بكره ريس على المخازن. عجايب. الحكاية ايه يا سلامة فهمني. حاجة من الاتنين يا ستوتة، يا اما هما اتجننوا يا اكون انا اتجننت. ودلوقتي بقى يا صاحب السمو اديني محفظتك. انت موعدك سودة. سيبه يا سلامة. اسيبه الفلوس. خدتهم يا سلامة. خدتهم. اشهد ان لا اله الا الله. جوزت الهنا يا صاحب السمو. ده شيء جميل. ربنا يزيد. ربنا يبارك. خد ابني يا ستوتة. مبارك يا صديقي يا حبيبي يا جاري العزيز. أبوك. امشي. بس تكون 44. وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. أيوة دلوقتي. عجايب. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. والنبي ما أنا فاهمة حاجة من ده كله. أحسن ما تفهميش. شيلي دول يا ستوتة شيلي. هات يا اخويا هات وانا مالي، المهم سلامة بخير. ايوه وغير بسلامة.